جامعہ اسلامیہ ریاض المنوا کے ایک ہونہار طالب علم محمد ابن بنیامین وستانوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کا خطاب شروع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو جو ہے تو مستفیض فرمائے. محمد ابن بنیامین وستانوی. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.